بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تأملوا هذه الآية العظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني لو جلس الإنسان يعد نعم الله سبحانه وتعالى عليه من الصباح إلى المساء، والله ما استطاع أن يعد هذه النعم. فقط لو تفكر الإنسان في نعمة الجسد، اللسان، البصر، الأذن، اليد، القدم، الجسم، الجسد، نعمة الصحة والعافية، ما استطاع أن يوفي حقهما. نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، والإنسان لا يقدر هذه النعم إلا إذا فقد شيئا منها، عند ذلك تحسر ويندم ويقول: يا ليت عندي أقدام أسير بهما إلى المسجد، أو يا ليت عندي عينان أبصر بهما فأقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وكتاب الله عز وجل. عند ذلك لا تنفع الحسرات ولا ينفع الندم. لذا على الإنسان أن يقدر هذه النعم ويقوم بشكرها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ويقول سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. التقيت برجل وكنت أسأله بعض الأسئلة، فما استطاع أن يجيب على هذه الأسئلة إلا بوضع أصبعه على حنجرته، على جهاز في الحنجرة حتى يتكلم، ما كان يستطيع يتكلم إلا بهذا الجهاز. فأحمد الله سبحانه وتعالى على النعم. أحد الصالحين مر عليه رجل وقد بترت إحدى يديه وإحدى رجليه، فسمع هذا الرجل الصالح يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فقال له هذا الرجل: على ماذا تحمد الله وقد ابتلاك الله عز وجل بهذه الابتلاءات الكثيرة، لا تستطيع الحركة ولا تستطيع المشي؟ فقال: الحمد لله الذي رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. هذه النعم، هذا من يقدر هذه النعم، لأنه عنده الكثير من النعم، حتى لو فقد جزء من هذه النعم لكن عنده الكثير من هذه النعم. قبل فترة كنا في زيارة وفي رحلة إغاثية إلى جمهورية النيجر، ورأينا حال الناس، حال الناس يرثى له، والوضع صعب وشاق، الناس يعيشون في فقر شديد وفي بؤس وفي شقاء. تخيل من يريد الماء النظيف، الماء الصالح، يمشي على قدميه 4 إلى 5 كيلومترات مشيا على الأقدام، ويرجع وهو يحمل هذا الماء على كتفه. تخيل هذه الحال يوميا. وإذا كان يشرب من الماء الذي في قريته فهو ماء ملوث لا يصلح لشرب الحيوانات، فكيف بشرب الناس؟ فتخيلوا حال الناس هناك، 23 مليون مسلم يعيشون هذه الظروف القاسية، فكيف بحالنا نحن ونحن نعيش في نعم لا تعد ولا تحصى، نعم عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اليوم عندما تجلس على المائدة، مائدة الإفطار أو مائدة الغداء، وأمامك صنوف الطعام، خاصة عندما يجلس الإنسان على مائدة الإفطار، ربما يحصل على 3 وجبات، 3 أنواع من الوجبات على هذه المائدة. لابد أن نتذكر حالنا، وأن نتذكر إخوان المسلمين في شتى بقاع الأرض، نذكر أولادنا بهذه النعم التي أكرمنا الله عز وجل بها. أختم حديثي أيها الأحبة بحديث عائشة رضي الله عنها، وهي تصف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فقام فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض،
حتى جاء بلال يؤذن لصلاة الفجر، يؤذن لصلاة الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يصلي الليل حتى تورمت قدماه، فقال له بلال رضي الله عنه: تبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة التي أكرمني الله عز وجل بها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يشكر الله سبحانه وتعالى بالعمل. الله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. بالشكر تدوم النعم، فاشكروا الله عز وجل أيها الأحبة بالطاعات، بالعبادات، بالصلوات، بالدعاء، بالصدقات، بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أن نشكر الله عز وجل بهذه النعم التي أكرمنا الله عز وجل بها، لا نعصي الله عز وجل بهذه النعم، لا نعصي الله عز وجل بنعمة البصر ولا نعمة اللسان ولا نعمة السمع ولا نعمة الأقدام، إنما علينا أن نشكر الله عز وجل بهذه النعم، فلا نعصي الله عز وجل بنعمه، وإنما نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم الكثيرة العظيمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.